عفوا من الجمعيات المعتمدة على مستوى المطاري في إطار خارطة الطريق. فالكل يعلم بأنه خارطة الطريق 2022-2023 غتشتغل على اعتماد 12 جمعية اللي سوف تقوم على تنزيل برنامج ديال الأنشطة الموازية. هذا البرنامج اللي هو كيكون كمدخل أساس في إطار تأسيس النموذج الجديد للمدرسة المغربية. فهنيئا لجمعية مدرسة اللغة الفرنسية، أعتقد بأن الرهان الآن أصبح على هذه الجمعية وأنها انخرطة في إطار طبيعة الحال لابيل دوف اللي غادي تعرضوا وزارة التربية الوطنية باش تكون جمعية معتمدة في إطار ما يسمى بليتاب دو ريزو، يعني الشبكات المهنية اللي غادي تقوم 12 جمعية فقط اللي غادي تكون على المستوى الوطني اللي غادي تكون معتمدة من أجل تنزيل برامج ديال الأنشطة الموازية. ف كما شفت في البداية هذا المهرجان فهو في الحقيقة هو من المهرجانات المتميزة التي تدأب المديرية الإقليمية على تنظيمها خلال هذه السنة، واللي خلى أن المديرية الإقليمية تحتل واحد المكانة متميزة لا على مستوى جهوي وكذلك حتى على المستوى الوطني. أصداء يعني الأصداء التي بطبيعة الحال نالت أو استحسنت كثيرا مختلف الملتقيات الإقليمية التي تنظمها المديرية الإقليمية للعرائش. فأعتقد بهذا كذلك بهذا المهرجان الذي يعني نتقاسمه اليوم فهو أعتقد أنه رفع السقف عاليا عاليا داخل المديرية. فبالنجاح توفيق طبيعة الحال هذا المهرجان، وهنيئا لنا كاملا يعني سواء كتلميذات وتلاميذ كمؤسسات تعليمية وكذلك كآباء وأمهات بمختلف هذه الأنشطة التي تنظم على مستوى هذه المديرية. وتحية كذلك